خلينا نروح بقى الأخبار. النادي الأهلي والفرق المختلفة هتكون معانا مراسلتنا العزيزة سالة حامد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف إيه هو الجديد طبعا مع يعني النادي الأهلي والرياضات المختلفة. سالة بونجور، صباح الخير، سامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهاوندي يعني حاليا احنا متواجدين داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر، واللي النهارده ان شاء الله يعني بعد توقف لفتره طويله النهارده النادي الاهلي بيرجع لمواجهته والمباريات يعني في سواء البطولات المحلية أو البطولات الأفريقية. ويمكن إن شاء الله النهاردة يعني في البطولات المحلية أول مباراة لي هتكون في بطولة كأس مصر، وهتكون في الدور الثمانية من بطولة كأس مصر مع نادي المقاولون العرب، واللي هتقام النهاردة إن شاء الله في تمام الساعة 5 مساء على ملعب استاد الأهلي والسلام. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح لجميع الألعاب الأخرى، وقبل ما أتكلم عن جميع الفرق كرة الطايرة أو كرة اليد خلينا شوية أتكلم يعني على النشاط الرياضي. وطبعا كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي اللي كان امبارح يعني متواجد في جولة في فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، يمكن كان موجود الكابتن خالد العودي وكمان معاه يعني العديد من المسؤولين في النشاط الرياضي، وكمان كان موجود الكابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز لكره اليد بالنادي الاهلي، والكابتن مودي الجرحي نجم النادي الاهلي السابق ويعني مدير الاداري لقطاع الناشئين حاليا، وكمان الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال. يمكن الكل كان متواجد وكانوا بيتفقدوا يعني الملاعب سواء كره السله كره اليد وكمان ملاعب كره الطايره كمان مبنى النشاط الرياضي، واللي هيكون فيه يعني طبعا مكاتب لجميع المسؤولين في النشاط الرياضي وكمان رؤساء الجهاز سواء جهاز كره الطايره كره اليد وكمان كره السله. فدي يعني الجوله دي كانت موجوده امبارح في فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس الساعه 11 الصبح، واللي استمرت لحد يعني كمان بعد الظهر عشان يتفقدوا يعني كل حته في فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، عشان بعد كده ان شاء الله يعني بعد افتتاحه هيكون في ان شاء الله يعني تمارين لقطاع الناشئين وكمان الأكاديميات في جميع الملاعب. ده بالنسبه للنشاط الرياضي. خليني بقى اتكلم عن جميع الفرق الرياضيه، وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال. وطبعا بعد فوزهم يعني كتيبه مستر اجاس بوش ولاعيبه كره السله بعد فوزهم ببطوله الدوري المرتبط للمره الثالثه على التوالي، يمكن مستر اجاس قرر يعني بعد ما الفريق يعني خلص بطوله الدوري المرتبط ان هو يعني ياخد راحه سلبيه لمده اسبوع من يعني بعد يوم الماتش لحد يوم 1 ديسمبر. يمكن يعني في الفتره دي هيكون في كمان توقف دولي نهاوندو كريم لمنتخب مصر، ويعني هيكون كمان متواجد 7 لاعبين من النادي الاهلي في صفوف او في معسكر منتخب مصر لكره السله استعدادا لتصفيات كاس العالم لكره السله، وان شاء الله المعسكر ده هيبتدي بكره، وهيكون متواجد فيه 7 لاعبين من النادي الاهلي هم ايهاب امين، عبد الله ناصر، عمر عزب، عمر طارق، وعمر الجندي، وسيف سمير. وان شاء الله يعني المعسكر ده هيستمر لعده ايام، وبعد كده الفريق يعني هيرجع تاني ويتجمع عشان بعد كده هيستعد للمنافسات والمباريات في بطولة الدوري السوبر، واللي هتقام ان شاء الله يوم 12/12 يعني شهر ديسمبر القادم. كمان رجال كرة الطايرة يعني خليني اقول لكم ان هم بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان عندهم مباراة مهمة يوم الثلاث القادم مع نادي ايبانها، ودي هتكون أول مباراة في المرحلة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للكرة الطايرة، فإن شاء الله المباراة دي يعني هتقام يوم الثلاث وبنسبة كبيرة هتقام على صالة النادي الأهلي داخل مقر نادي الأهلي بالجزيرة. كمان سيدات كرة الطايرة بيواصلوا التدريبات أيضا بشكل طبيعي على صالة الأمير أو صالة الشهداء عفوا داخل مقر النادي عشان عندهم مباراة مهمة بكرة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة سيدات، واللي هتكون مع نادي هليوبلس، وكمان كرة اليد سيدات امبارح كان عندهم مباراة مهمة مع نادي البنك الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المحترفين لكرة اليد سيدات، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 39-20، ويمكن دي يعني كانت أيضا في الجولة السابعة من بطولة الدوري المحترفين. ويوم الجمعة إن شاء الله سيدات كرة اليد عندهم مباراة مع نادي هليوبلس أيضا على نفس الصالة، صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن دي انا هواندو كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي هواندو ومعاكي كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو.
لا انت غطيت لنا كل ما يدور حاليا او الاخبار الاخيره المتعلقه بالنادي الاهلي والرياضات المختلفه، فانا هشكرك جدا زميلتنا العزيزه ساره حامد، شكرا ليكي.